قبل بداية معركة أحد قام أبو سفيان بتشجيع حملة اللواء من بني عبد الدار علشان يتشجعوا على قتال المسلمين، لأنهم في غزوة بدر كانوا سابوا الراية وهربوا، فتشجع بنو عبد الدار لحمل اللواء، وكان المسلمين بيرددوا قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد اصطفاف الجيشين حاول أبو عامر تحريض الأوس، فتقدم مع 50 من أتباعه ووجه خطابه للأوس في جيش النبي عليه الصلاة والسلام وحاول يضمهم لصفه، لكن على عكس توقعه رد عليه الأوس برفض العرض وقاموا برميه بالحجارة، فرجع أبو عامر وأتباعه إلى صفوف قريش. بعدها بدأ الرماة من الجانبين برمي السهام، وحاول خالد بن الوليد أنه يتقدم بميمنته تحت تغطية نبالة قريش لمهاجمة الجناح الأيسر للمسلمين، لكنه أجبر على التراجع بسبب الرماة. بعدها بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة المبارزة، فخرج طلحة حامل لواء قريش، فخرج ليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل ما يلحق طلحة انه يعمل اي حاجة ضربوا علي بسيفه فوقع على الارض، ولما رفع علي سيفه للاجهاز عليه انكشفت عورة طلحة وطلب الرحمة من علي، فاستحى علي منه وسابه ورجع للمسلمين. فخرج شخص تاني من بني عبد الدار يطلب المبارزة، فخرج حمزة رضي الله عنه وقتله، وكان سهل تمييز حمزة ابن عبد المطلب في الحرب لانه كان بيلبس ريشة نعامة على عمامته. واصبحت المبارزات اكتر انتشارا، فكان أقرباء طلحة بيلتقطوا الراية الواحد تلو الآخر، لكن ما كانوش بيصمدوا في المبارزات مع المسلمين، فمات الكتير منهم على إيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما لقي أبو سفيان الوضع بالخطورة دي خرج للمبارزة على فرسه، فخرج له حنظلة ابن أبي عامر واللي كان مترجل، وقبل ما يلحق أبو سفيان أنه يعمل أي حاجة ضرب حنظلة القدمين الأماميتين للحصان بتاع أبو سفيان، وكاد حنظلة انه يقتل ابو سفيان لولا هروبه بمساعدة من شداد بن الاسود اللي قدر يقتل حنظلة اللي كان متجوز قبل المعركة بيوم، ورآه النبي والملائكة بيغسلوه، وانسحب ابو سفيان بسرعة لصفوف قريش. وبعد انتهاء المبارزات بدأت المعركة بهجوم عام شنه القرشيين على المسلمين، فتقدم ابو سفيان بمشاة القلب، وتقدم خالد بفرسان الميمنة وعكرمة بفرسان الميسرة، والتحم الجيشين، وكان التفوق في صالح المسلمين بسبب شجاعتهم وحسن استعمالهم للسيف وتأمين الرماة ليهم. وحاول خالد مساعدة مشاة القلب، لكن رماة المسلمين أجبروا خالد وقواته على الانسحاب، واشترك النبي في القتال شخصيا، وكان مايل ناحية الميسرة فأطلق السهام على جيش قريش، وكان بجانبه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكانت مهنته صناعة السهام، وكان من أحسن الرماة في عصره، فكان النبي بيدل سعد على الأهداف وسعد بيضرب الأهداف دي من غير أي خطأ. ولما زاد الضغط على مشاة القرشيين اندفع المسلمين ناحيتهم بتأمين من الرماة، فتوغلوا في قلب القرشيين وبدأوا يدخلوا معسكر قريش، وكان حمزة هو كمان بيقاتل قرب الطرف الأيسر لقوات المسلمين، وقدر يقتل لحد الوقت ده 2 من جيش قريش، وكان التالت بيقترب منه، فدعاه حمزة للقتال، حصلت مبارزة بينهم بالسيوف والدروع في نفس الوقت اللي كان وحشي بيراقب حمزة وسدد حربته تجاهه، وفي نفس الوقت اللي قدر حمزة فيه انه يقتل الشخص اللي كان بيبارزه ألقى وحشي حربته على حمزة رضي الله عنه وأصابته في مقتل. ولما التفت حمزة ناحية وحشي حاول يتقدم ناحيته، لكن بعد عدة خطوات سقط حمزة رضي الله عنه شهيد في ساحة المعركة. فتقدم وحشي نحو جثة حمزة وانتزع الحربة منها وانسحب من ساحة المعركة. بعد استشهاد حمزة بدأ جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجوم المسلمين، وفي الوقت اللي كان فيه حاملي راية قريش بيموتوا واحد ورا التاني قدر واحد من العبيد انه يحمل الراية، لكنه اتقتل هو كمان وسقطت الراية واتهزم القرشيين، وبدأوا يهربوا من غير نظام، وبدأ المسلمين في مطاردتهم، وبدأت نساء قريش في العويل وبدأوا يهربوا هما كمان، وانقض المسلمين على مخيم قريش وبدأوا ينهبوه، فانعدم النظام في جيش المسلمين وفقدوا السيطرة على صفوفهم لأن المسلمين حسوا أنهم كسبوا المعركة، لكن في الحقيقة المرحلة الأولى بس هي اللي خلصت، وخاصة أن خسائر القرشيين كانت خفيفة ولسه عددهم كبير. وفي نفس الوقت ده كانت ميمنة وميسرة القرشيين واقفين بثبات وبيراقبوا الوضع، واضطر خالد وعكرمة أنهم يرجعوا بقوتهم لورا شوية، لكن كانت قوتهم كاملة ومستعدة للهجوم وما سمحوش لأي فارس أنه ينسحب مع اللي انسحبوا. لحد كده الوضع كان معقول بالنسبة للمسلمين اللي فقدوا نظامهم ووحدة صفوفهم، لكن في ظل الرماة اللي موجودين على جبل عينين وتأمينهم لظهر المسلمين كان لسه للمسلمين قوة كبيرة رغم انعدام نظامهم بسبب نهب مخيمات قريش. وفضل خالد وعكرمة مستنين الفرصة للهجوم على المسلمين،
الفرصة دي جات لهم على طبق من ذهب لما طمع رماة المسلمين على جبل عينين في الغنيمة، وبسبب رغبتهم في المشاركة في نهب المخيم التفتوا لقائدهم عبد الله بن جبير وطلبوا منه انه يؤذن ليهم في النزول، لكنه رفض وذكرهم بتعليمات النبي انهم ما ينزلوش من على الجبل مهما حصل لحد ما يجي لهم امر بالنزول. فردوا عليه ان المعركة خلصت خلاص ومفيش معنى لبقائهم هنا، وعلى الرغم من اعتراض قائدهم ترك معظم الرماة مواقعهم ونزلوا للمشاركة في جمع الغنائم، وفضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه مع 9 فقط من الرماة في مواقعهم. خالد بن الوليد كان شايف المنظر ده من بعيد، لكنه فضل مستني لحد ما ينضم الرماة اللي تركوا مواقعهم للمسلمين اللي بينهبوا المخيم، وفي اللحظة دي بدأ خالد هجومه بالخيالة على جبل الرماة للقضاء على الرماة المتبقيين، وتحرك عكرمة من الميسرة لاجتياز السهل والانضمام لخالد. ولما وصلت قوات خالد إلى قمة الجبل كانت قوات عكرمة في الخلف، لكن عكرمة نفسه انضم بسرعة لقوات خالد وبدأ يشارك في الهجوم على رماة المسلمين، وقاوم الرماة بشجاعة لكنهم استشهدوا واحد ورا التاني بسبب قلة عددهم، وتمكن عكرمة من قتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه بعد ما دافع عن موقعه لحد آخر نفس. بعد تأمين جبل الرماة تقدم خالد وعكرمة بقوتهم وهجموا جيش المسلمين من الخلف، فهجم عكرمة بجزء من قواته على المجموعة اللي كانت مع النبي، وهجم خالد بقواته وبجزء من قوات عكرمة على المسلمين اللي بينهبوا المخيم. هجوم خالد كان مفاجئ للمسلمين، لكن معظمهم بدأ يدافع عن نفسه. في الوقت ده التقطت عمرة بنت علقمة الحارثية الراية من على الأرض وقعدت تلوح بيها علشان قوات قريش الهاربة ترجع تاني، واستطاع أبو سفيان السيطرة على معظم المشاة اللي هربوا قبل كده واندفعوا للمعركة مرة تانية، والمسلمين بقوا في وضع لا يحسدوا عليه، فخيالة قريش بتهاجم من الخلف والمشاة بيهاجموا من الأمام، وأصبح الأمر ميؤوس منه بالنسبة للمسلمين بسبب نجاح التطويق. فتشتت المسلمين لجماعات صغيرة بتقاتل كل واحدة منهم على حدة، وزاد الغبار في أرض المعركة وانتشرت الفوضى بين المسلمين لدرجة أنهم كانوا بيقتلوا بعض بالغلط، ومع الوقت بدأت الخسائر تزيد في صفوف المسلمين. وبكده انقسمت المعركة إلى قسمين منفصلين، القسم الأول وهي القوة الرئيسية للمسلمين اللي كانوا بيجمعوا الغنائم بيقاتلوا دلوقتي قوات المشاة من جيش قريش من الأمام وخيالة خالد مع جزء من قوات عكرمة من الخلف، والقسم الثاني كان المجموعة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عددهم حوالي 30 شخص رفضوا يسيبوا النبي علشان يجمعوا الغنيمة، والمجموعة دي بتقاتل جزء من قوات عكرمة قوات من المشاة اللي رجعوا بعد انسحابهم، ولما وجد النبي قواته انكشفت مع صعوبة التواصل مع القوات الرئيسية اللي بتنهب المخيم تراجع أكتر من 500 متر لحد سفح جبل أحد، وكان عكرمة مع قواته بيسدوا عليه الطريق لكنه قدر يوصل مع أصحابه لسفح الجبل. في نفس الوقت وصلت مجموعة من مشاة قريش لمهاجمة النبي عليه الصلاة والسلام، فشكل المسلمين درع بشري حول النبي للدفاع عنه، وقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن البلاء في الدفاع عن النبي، واشتد القتال واستعمل النبي قوسه لحد ما انكسر، فأعطى الأسهم اللي معاه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اللي كان مسبب مشاكل كبيرة للقرشيين بسبب مهارته في الرمي، وأصبح كل مسلم مطلوب منه يقاتل 5 أشخاص أو أكتر من القرشيين. اشتد القتال ووقف أبو دجانة أمام النبي علشان يحميه من أسهم وسيوف المكيين، وكان في سهم جاي على النبي لكن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وضع يده في طريق السهم فأصاب إصبعه. وفي جبهة خالد بن الوليد زادت خسائر المسلمين، وكان خالد بيقاتل برمحه على ظهر الخيل، وفي قطاع النبي محمد انتهت الهجمة الأولى من القرشيين وانسحبوا مسافة صغيرة علشان يرتاحوا شوية قبل استئناف الهجوم. في الوقت ده انطلق أبي بن خلف بفرسه لمهاجمة النبي، وحاول الصحابة اعتراض طريقه لكن النبي رفض وأمرهم يسيبوه يهاجم، وانتظر النبي وصول أبي وكان ماسك رمح في ايده، وقبل ما يلحق أبي يعمل حاجة ضربوا النبي برمحه فأصاب أبي في كتفه اليمين فوقع من على حصانه وهرب وهو بيصرخ، وكان جرح خفيف فاستغربت قريش من مبالغته لكنه قال لهم وهو مفزوع انه هيموت، وفعلا مات أبي في طريق عودة القرشيين لمكة بعد المعركة. في الوقت ده قرر أبو سفيان وخالد بن الوليد زيادة الضغط على المسلمين والهجوم على النبي وقتله، وفعلا تقدمت مجموعة كبيرة من مشاة قريش لمهاجمة مجموعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المسلمين دفعوا عن النبي باستماتة، فبدأ المكيين في رمي الحجارة على النبي فكسرت رباعيته وتجرح في جبهته الشريفة ودخلت حلقتين من حلقان درع المغفر في خده،
فاندفع المسلمين وعملوا هجوم معاكس على المكيين وأبعدوهم بضعة أمتار عن أماكنهم. وقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه بمعالجة النبي، وتوقف القتال فترة صغيرة لالتقاط الأنفاس، وبدأ النبي يمسح الدم من على وجهه الشريف. وحاول طلحة انتزاع الحلقتين من خد النبي، ونجح في ده بعد ما فقد 2 من أسنانه رضي الله عنه. بعد التقاط الأنفاس بدأ القرشيين هجومهم الثالث على النبي وأصحابه اللي عملوا سياج حول النبي لحمايته. في الوقت ده دخل أحد القرشيين للسياج واتجه ناحية مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان معتقد إن هو النبي، فحصلت مبارزة بينهم لكن استشهد مصعب. وحاول القرشي يهاجم النبي وضربه في كتفه، فسقط النبي في حفرة موجودة وراه، وظن القرشي إنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع لصفوف القرشيين وهو بيقول بصوت عالي إنه قتل النبي، فسمعوا كل الناس في أرض المعركة، وتأثر المسلمين معنويا من اللي سمعوه، وبدأ معظمهم بالهرب ناحية جبل أحد، لكن عدد قليل من المسلمين قرروا يقتلوا لحد النهاية، زي أنس بن النضر وسعد بن الربيع وعمر بن الجموح رضي الله عنهم. فاندفعوا نحو خيالة قريش في هجمة انتحارية اتقتل فيها معظمهم على ايد قوات خالد وعكرمة. وفي الوقت اللي كانت فيه القوة الرئيسية للمسلمين بتهرب ناحية الجبل، كان معظم القرشيين مشغولين بنهب الموتى والتمثيل بجثثهم، وخف الضغط عن مجموعة النبي اللي قام من الحفرة اللي وقع فيها وكتفه ما حصلوش حاجة بسبب الدرع اللي كان لابسه، فاستلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانسحب النبي مع أصحابه ناحية الجبل. فقام بمطاردته عدد قليل من القرشيين، لكن تم التعامل معهم وتم تأمين الانسحاب. وكان خالد شايف انسحاب النبي وأصحابه، لكن ما حاولش يعترضهم لأنه كان مشغول بمطاردة القوة الرئيسية لمشاة المسلمين. وبمساعدة طلحة وعلي رضي الله عنهم صعد النبي لمضيق الجبل مع أصحابه اللي مات 16 منهم من أصل 30، ووقف عند شق في الصخور، ومعظم المسلمين شقوا طريقهم عبر خيالة قريش وصعدوا الجبل في شكل مجموعات صغيرة، وقليل منهم هرب باتجاه المدينة. وبدأت السيدة فاطمة بنت النبي تعالج النبي عليه الصلاة والسلام من جراحه، وكان من الصعب مهاجمة موقع النبي بسبب المضيق اللي صعب حد يمشي فيه. أما باقي قوات المسلمين اللي صعدوا جبل أحد في باقي المناطق فما كانوش عارفين المفروض يعملوا إيه. في الوقت ده تعرف واحد منهم يدعى كعب بن مالك رضي الله عنه على النبي، وكان بيملك صوت جهوري، فتسلق مرتفع وصاح بأعلى صوته إن النبي موجود وشاور عليه علشان يعرفوا مكانه. ومن حسن الحظ إن القرشيين ما سمعوش النداء ده، فتحركت مجموعات كبيرة من المسلمين وانضمت للنبي في نفس الوقت اللي كان أبو سفيان بيبحث فيه عن جثة النبي بين القتلى. ولما شاف خالد سأله لو كان شاف النبي، فرد عليه خالد إنه آخر مرة شاف النبي كان محاط بأصحابه وبيصعدوا الجبل من المضيق. فطلب أبو سفيان من خالد إنه يهاجم الموقع اللي تحصن فيه النبي، فبدأ خالد يحرك قواته ناحية الموقع، فأخذ عمر بن الخطاب مجموعة من القوات وتحرك بيهم ناحية المنحدر لمواجهة خيالة قريش ومنع صعودهم. ولما شاف خالد الموقف ده أيقن إن الصعود بفرسانه أمر ميؤوس منه بسبب صعوبة التضاريس ووقوف المسلمين على مرتفع واستحالة المناورة بالخيالة في المكان ده، فأخذ خالد قراره بالانسحاب، ودي كانت آخر مناورة تكتيكية في غزوة أحد. وبدأت نساء قريش في الدخول لساحة المعركة، ومثلت هند بجثة حمزة رضي الله عنه وعطت مجوهرتها لوحشي. وصعد أبو سفيان على صخرة ونادى على النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنه، لكن محدش رد عليه بأمر من النبي، فاعتقد أبو سفيان إنهم ماتوا. ساعتها مقدرش عمر يسكت ورد على أبو سفيان، فرد عليه أبو سفيان بتمجيد هبل وتمجيد العزة، ورد عليه المسلمين بتمجيد ربنا عز وجل. فرد أبو سفيان إن تم التمثيل بالجثث وإنه ما أمرش بكده، لكنه مش متضايق من اللي حصل. ووجه خطابه لعمر بن الخطاب وسأله هل النبي محمد مات؟ فرد عليه عمر بالنفي وإن النبي سمعه. فرد أبو سفيان إنه أصدق من القرشيين اللي أشاعوا مقتل النبي. وبعدها رجع أبو سفيان لجيشه وترك القرشيين ميدان المعركة ورجعوا لمعسكرهم القديم اللي كانوا فيه قبل يوم المعركة. فأمر النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنزول لاستطلاع أحوال جيش قريش ومعرفة نواياهم، هل هيرجعوا مكة ولا هيهاجموا المدينة. أما القرشيين فباتوا الليلة دي في حمراء الأسد واللي بتبعد عن المدينة حوالي 16 كيلو، وعاد المسلمين للمدينة. وفي صباح اليوم التالي ارتدى النبي درعه رغم الجراح اللي أصيب بيها، وأمر بلال رضي الله عنه أنه يدعو المؤمنين للمعركة صباح اليوم التالي، وأنه مش هيشارك غير بس اللي شاركوا في غزوة أحد. وتجمع المسلمين واللي كان معظمهم مصاب وكان عددهم 500 شخص.
على الناحية التانية في معسكر قريش كان في مناقشات حادة بين قادة قريش، فعكرمة كان مصمم على الرجوع للمدينة لاستغلال فرصة الحالة السيئة للمسلمين، وإن ده الوقت المناسب لهجوم كاسح أخير للقضاء على المسلمين قبل ما يستجمعوا قوتهم تاني. ورد عليه صفوان بن أمية بأنهم كسبوا المعركة، وإن النصر ده كافي، وإن الجنود مش مستعدين للهجوم على المدينة، وإن دي هتكون فرصة للمسلمين للانتقام من قريش واستنزافهم في حرب شرسة في شوارع المدينة، خاصة إن معظم خيول قريش أصيبت وكتير من الرجال جرحوا. وسمع قادة قريش عن اللي حصل من المنافقين لما انسحب 300 من الجنود من جيش النبي قبل غزوة أحد، فخافوا من احتمال ندم المنافقين ورجوعهم للجيش بكامل قوتهم، وكان أغلب قادة قريش مع رأي عكرمة. في الوقت اللي قادة قريش كانوا بيتكلموا فيه وصل معبد الخزاعي، وكان من حلفاء المسلمين رغم عدم إسلامه، وأكد لقريش شكوكهم وإن النبي خرج من المدينة بجيش كبير، وده أكد لقريش تأهب المسلمين للهجوم، فأمر أبو سفيان بالرجوع فورا لمكة. وبعد الظهر وصل المسلمين لحمراء الأسد فوجدوها مهجورة، فعسكروا فيها لمدة 4 ليالي ورجعوا بعدها للمدينة. وبكده انتهت غزوة أحد اللي سقط فيها 70 شهيد من المسلمين، وقتل أبو سفيان رجل واحد، أما خالد وعكرمة وصفوان فقتل كل واحد فيهم 3 من المسلمين، أما قريش فمات منهم 22 جندي، 6 منهم اتقتلوا على إيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتلاتة اتقتلوا على إيد عم النبي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فكانت هزيمة للمسلمين، لكن ما كانتش هزيمة فاصلة، وبسبب معركة أحد تم كشف المنافقين اللي انسحبوا من الجيش في وقت حرج، وكانت غزوة أحد تاني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام، وكانت المعركة الأولى اللي يتولى فيها أبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمين، وأول معركة في حياة خالد بن الوليد. ورغم أن خطة النبي كانت ماشية تمام في البداية رغم فرق العدد بين الجيشين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خسر المعركة دي بسبب الرماة اللي عصوا أوامره وأوامر قائدهم المباشر عبد الله بن جبير رضي الله عنه. معركة أحد كانت دليل على عدم صحة رأي كتير من المؤرخين اللي شافوا أن العرب في الفترة دي كانوا بيجهلوا الحرب النظامية، وأنهم كانوا مجرد مغيرين بيعتمدوا بس على الكر والفر، وإن العرب اتعلموا الحرب النظامية من الرومان والفرس في فترة الفتوحات. وأحداث المعركة دي كفيلة بهدم الرأي ده بسبب تحركات الجيشين وتمركزاتهم على أرض المعركة وتعبئة وتقسيم القوات لقلب وجناحين. وغير كمان نقطة مهمة، وهي إن أثناء اصطفاف الجيشين كان الطريق للمدينة مفتوح أمام أبو سفيان، لكنه ما هجمش على المدينة لأنه لو عمل كده كان هيتعرض للتطويق من جيش المسلمين من الخلف وأهل المدينة اللي هيدفعوا باستماتة من الأمام. ده غير اختيار النبي لأرض المعركة بذكاء شديد للاستفادة من ميزة المسلمين في الشجاعة والمهارة في الحرب، وتحجيم جيش قريش المعتمد على العدد الكبير والخيالة. فتحركات المسلمين وتحركات المكيين دليل على دراية العرب بفنون الحرب من البداية، فأي قائد روماني أو فارسي لو كان مكان المسلمين أو المكيين كانوا عملوا نفس الخطوات بنفس الطريقة، ودي كانت الحقيقة الأولى. أما الحقيقة التانية فهي مهارة خالد بن الوليد وذكائه العسكري والخططي، فهو قدر يسيطر على قواته في الوقت اللي كانت فيه مشاة القرشيين بتهرب من ساحة المعركة، ودي حاجة صعبة لأن في العادي لو المشاة هربت أو انهزمت الأجنحة ما بتقدرش تصمد وبتنهزم هي كمان، ودي نقطة تحسب لخالد وعكرمة اللي قدروا يحافظوا على قواتهم ويسيطروا عليهم في الوقت اللي باقي القرشيين فيه بيهربوا، مع ان المنطق بيقول ان الصمود ده ملوش اي فايدة، لكن الصبر اللي تحلى بيه خالد وعكرمة واستغلالهم الثغرة اللي حصلت بسبب نزول الرماة من على جبل عينين باتخاذهم قرار سريع وجريء جدا، ده ادى الى توجيه هجمة معاكسة قوية بمناورة فاجئة المسلمين وحولت نصرهم المبدئي الى هزيمة. كده نبقى خلصنا، وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن غزوة الاحزاب بالتفصيل. ولو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اعملوا اشتراك وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم الحلقات الجديدة لحظة نشرها. سلام.